دارت خلال حرب الاستنزاف عشرات المعارك، وتكبدت القوات الإسرائيلية خسائر جسيمة، واستعاد المقاتل المصري ثقته في قواته العسكرية التي لم تختبر قط في حرب 67. وفي هذا الإطار مهدت تلك المعارك الطريق بشكل كبير لانتصار القوات المصرية في 6 أكتوبر عام 1973. حرب 6 أكتوبر عام 1973 لم تكن انتصاراً عسكرياً فحسب، بل كانت درساً مصرياً خالصاً في إثبات أن العقل والإرادة يتفوقان على القدرات والإمكانات. تحديات كثيرة واجهت الجيش المصري في فترة ما قبل الحرب وخلالها، لعل من أبرزها فتحات خزانات الوقود أو مواسير النابالم الموجودة تحت سطح القناة، والتي كانت تهدد بحرق كل من يقترب منها. وأمام هذا التحدي الكبير خرج أحد ضباط الجيش المصري بفكرة عبقرية تقتضي بأن تقوم الضفادع البشرية بسد فتحات خزانات الوقود بأسمنت لا يتحلل بالماء أو بعض اللدائن الأخرى، وهي الفكرة التي أثبتت نجاحاً فارقاً في ساحة المعركة وأنقذت الكثير من أرواح أبطالنا البواسل. كما واجه القوات المسلحة تحدٍ آخر خلال الاستعداد للحرب تمثل في انتهاء صلاحية الوقود الخاص بصواريخ الدفاع الجوي، والتي يقع عليها العاتق الأكبر في حماية سماء مصر من الطيران الإسرائيلي خلال المعركة. وكان انتهاء صلاحية الوقود بسبب توقف السوفيات عن توريده لمصر بعد قرار الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطرد الخبراء الروس. وأمام هذا التحدي جاء دور العقول المصرية التي نجحت في حل الأزمة وتكوين الوقود من العناصر المستخدمة فيه، والتي لم تنتهي صلاحيتها بعد، والاستعانة بالمواد الخام المتوافرة محلياً، الأمر الذي أدى في النهاية لخوض الحرب والانتصار الكبير. لم يتوقف الأمر عند هذه التحديات، ولكن كان هناك المزيد، حيث لعب سلاح المهندسين دوراً تاريخياً في معارك أكتوبر عام 1973، ويظل اسم الشهيد البطل اللواء أحمد حمدي الأبرز ضمن أبطال هذا السلاح خلال ملحمة النصر، حيث كان للشهيد البطل الدور الرئيسي في تطوير الكباري المائية لتلائم ظروف قناة السويس، وتطوير طريقة تركيبها ليصبح تركيبها خلال 6 ساعات بدلاً من 74 ساعة، وهو ما سهل من عملية عبور الجنود والمعدات. كما واجه القوات المسلحة معضلة كبرى كانت تهدد بفشل كل شيء، وهي التوصل لطريقة إبلاغ الأوامر والتعليمات العسكرية وتبادل المعلومات بين القيادات والضباط دون أن يتم فك شفرتها من قبل العدو الإسرائيلي الذي كان متميزاً في التجسس ويمتلك أحدث الأجهزة الأمريكية وقتها. وهنا جاء دور الصول النوبي أحمد إدريس الذي اقترح فكرة عبقرية تتمثل في استخدام اللغة النوبية التي لن ينجح العدو في فك شفرتها، وأبلغ فكرته للقادة الذين نقلوها للرئيس السادات الذي قابله واعتمد فكرته التي أثبتت نجاحها. كل هذه التحديات الكبرى التي كان لها دور هام في تحقيق النصر كادت أن تذهب سدى دون حل المعضلة الكبرى المتمثلة في عبور خط بارليف. كان الخط عبارة عن ساتر ترابي مرتفع على الضفة الشرقية لقناة السويس، وأقام عليه العدو الإسرائيلي 22 موقعاً دفاعياً و26 نقطة حصينة. وعلى الرغم من كل هذه التدابير إلى أن المصريين نجحوا في اختراقه في أقل من 2 ساعة بسبب عنصر المفاجأة، وبفكرة بسيطة أنهت الأسطورة الإسرائيلية، حيث اقترح اللواء باقي زكي استخدام مضخات المياه لفتح ثغرات في الساتر الترابي، وبالفعل نجح أبطال القوات المسلحة في هدم 1500 متر مكعب من الرمال في غضون 2 ساعة وحدث العبور. هي إذن تحديات شبه مستحيلة نجحت قواتنا المسلحة في تجاوزها، وأثبت المصريون وقتها أن العقل والإرادة لهما الكلمة العليا في ساحة المعركة، وقضوا على فوارق القدرات وحققوا النصر التاريخي العظيم.